بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة دينا منير، مدرس الفسيولوجي بكلية الطب. النهاردة إن شاء الله عندنا محاضرة Regulation of Body Temperature. Body Temperature Regulation. Living organisms are classified into two groups. بنقسم الكائنات الحية من ضمن التصنيفات بتاعت تصنيف الكائنات، قسمناهم إلى cold blooded animal warm blooded animals. ال cold blooded animals دي ال animals اللي بتكون ال body temperature بتاعتهم varies according to the environmental temperature، بمعنى إن جسمهم بياخد درجة حرارة الوسط المحيط. يعني درجة الحرارة 5 هيبقى درجة حرارة جسمهم 5، درجة الحرارة 30 هتبقى درجة حرارة جسمهم 30، وبالتالي هما ما عندهمش ميكانيزم بتعمل regulation للبادي تمبريتشر، لكن هما بيتكيفوا مع الاتموسفيريك تمبريتشر. فبتلاقوا ان هما في الصيف مثلا بيبقوا بيتحركوا والميتابوليزم بتاعهم عالي علشان درجة الحرارة مرتفعة، في الشتاء بيلجأوا ان هما يدفنوا نفسهم في تحت التربة ويقعدوا في فترة بيات شتوي، الميتابوليزم بتاعهم فيها بيقل جدا زي الامفيبيان اند ريبتايلز اللي هم الزواحف والبرمائيات، زي الضفادع، زي الكروكودايلز، زي الزواحف بصفه عامه. طيب الورم بلايد انيمالز their body temperature is maintained at a constant level irrespective of the environmental temperature زي البيردز اند المامالز. بنلاقي ان هم درجة حرارة جسمهم بتفضل ثابتة، يعني احنا الهيومن مثلا او المامورز درجة حرارة الجسم حوالي 37 ديجري سيليزيوس، الدرجة دي بتفضل ثابتة بغض النظر عن درجة حرارة الاتموسفير. يعني درجة حرارتنا 37 بغض النظر عن احنا في الشتاء ودرجة الحرارة 5 ولا 2، واحنا في الصيف درجة الحرارة 40 او 50، بغض النظر عن الاكسترنال تمبريتشر احنا درجة حرارتنا المفروض ان هي في النورمال كونديشنز بتكون ثابتة عند 37 ديجري سيليزيوس. الهيت بالانس regulation of body temperature depends upon the balance between heat produced in the body and the heat lost from the body. عندنا حاجتين، الهيت جين او الهيت برودكشن والهيت لوس او الهيت انسبيسيشن. فعندنا هيت جين او هيت لوس، في ميكانيزمز او طرق الجسم بيكتسب بيها الحراره بيعمل بيها هيت جين او هيت برودكشن، وفي ميكانيزمز للهيت لوس. فبنلاقي ان الميكانيزمز الخاصه بالهيت جين بتشمل الميتابوليك اكتيفيتيز اللي هي الكيميكال اند ميتابوليك رياكشنز اوكيرينج انسايد ذا سيلز. عندنا الماسكولار اكسرسايز اللي هو حركه العضلات، الكونتراكشن اوف ماسل اثناء الاكسرسايز او غيره، الشيفرنج اللي هو الرعشه اللي بتحصل في جسمنا مع البرد، لما الواحد يتعرض لبرد شديد بيلاقي جسمه بيترعش وبعد كده بيبتدي يحس بالدفى، الشيفرنج بيبتدي يحصل فيه برضو كونتراكشن للسكليتال ماسل فبيبتدي العضلات تحرق اكتر فيخرج بينتج عنه كميه كبيره من الحراره بالدفينه. الاندوكراين بوست اوف ميتابوليزم اند براون اديبوس تيشو، الهرمونز المختلفه اللي بتطلع من الاندوكراين اورجنز بتبتدي ان هي تزود معدل الحرق، ودايما بنقول ان الهيت جين ده كيميكال بروسيس، انا بزود معدلات الحرق جوه الخلايا فبيزيد الحراره اللي بتنتج عن الاحتراق، زي ما المعادله اللي قلناها في المحاضره اللي فاتت قلنا ان ابسط صوره للحرق جلوكوز في وجود الاكسجين بيدينا CO2 وال H2O والانرجي، فجزء من الانرجي بيتشال على الاي تي بي وجزء من الانرجي بيخرج في صوره هيت، الهيت اللي بتخرج دي بتدفينا، واحده من مصادر الهيت جين. فالاندوكراين او الهرمونز اللي بتطلع مع البرد اكسبوجر الكولد اكسبوجر في البرد بتبتدي ان هي تزود معدلات الحرق علشان تزود انتاج الحراره والدفء في جسمنا، والبراون اديبوس تيشو برضو بيلعب دور مهم في عمليه الانرجي اكسبندتشر والهيت بالانس. نمره 5 الراديشن اوف هيت فروم سراوندنج، يعني ايه مثلا؟ يعني الواحد لو قعد جنب الدفايه في البرد او لو قعد في الشمس اللي بيحصل ان جزء من الحراره بتبقى بتنتقل عن طريق الراديشن من الجسم اللي درجه حرارته مرتفعه زي الشمس او زي الدفايه بتنتقل لجسمنا عن طريق الجلد. طيب ايه هم طرق الهيت لوس؟ عندنا الكوندكشن اللي هو التوصيل. انا دلوقتي لو انا مسكت حاجه ساقعه، مسكت لوح تلج، هبتدي افقد جزء من حراره جسمي الى لوح التلج ده. الكونفكشن اللي هو الحمل، ان تيارات الهواء
بتاخد حرارة من جسم، يعني في جو برد زي الجو بتاع اليومين دول هتلاقي ان طبعا طبقات الهواء اللي حوالين جسمنا ابرد بكتير من جسمنا، هتبتدي طبقة الهواء القريبة مننا تاخد حرارة من الجلد عن طريق الكونفكشن اللي هو الحمل. اول ما الطبقة دي بتسخن زي ما انتوا عارفين الهواء السخن بيتحرك لفوق، تقوم الطبقة السخنة دي تتحرك بعيد وتيجي طبقة باردة تانية مكانها تاخد حرارة وهكذا. فده واحدة من الميكانيزم اوف هيت لوس اللي هي بنسميها الكونفكشن. طيب عندنا بعد كده الراديشن اللي هو الإشعاع. أنا درجة حرارتي يعني عالية 37 في وسط أتموسفير حوالي درجة حرارة 2-3، فبيبتدي جسمي يفقد جزء من الحرارة في صورة إشعاع. الإيفابوريشن اللي هو التبخر من الجلد، العرق اللي بنعرقه ده لو حصل إن العرق ده نشف واتبخر بياخد معاه جزء من حرارة الجسم، بنقول إن 1 سي سي أوف سويت بيحصل له إيفابوريشن بياخد معاه 85% من الكالوري. البانتنج اللي هو اللهاس ده بيحصل في الانيمالز اللي ما عندهاش سويت جلاندز زي الدوكس. الكلب ما عندهوش في جسمه غدد عرقيه، وبالتالي لما يبقى الجو حر قوي تلاقي الكلب واقف بيطلع لسانه بره. بيطلع لسانه بره ليه؟ بيبتدي يحصل بانتنج اللي هو اللهاس. البانتنج ده بيخرج جزء من السلايفا بتاعته بيبقى على لسانه، وبيبتدي يحصل ايفابوريشن للووتر اللي موجود فيها، وبالتالي تاخد معاها جزء من درجة حرارة جسمه. فالبانتنج ده او اللهاس اللي بيحصل في بعض الانيمال زي الدوجز ده بديل للايفابوريشن اوف سويت. الميكانيزم اوف هيت برودكشن اللي هو الهيت جين. عندنا اول حاجة الميتابوليك اكتيفيتيز، وده الميجر بورشن اوف هيت برودكشن ان ذا بودي. الميتابوليزم اوف فود ستافس اللي هي الهيت اوف ميتابوليزم او الهيت فاليو اوف فود زي ما اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. فبنلاقي ان الهيت برودكشن مع الميتابوليزم اوف فات، الهيت فاليو بتاعه الفات كانت حوالي 9 كالوري، الكربوهيدرات والبروتين بيدوني حوالي 4.5 كالوري. عشان كده احنا بنقول ان دايما الحرق في الشتاء بيعلى، لان الميتابوليك اكتيفيتيز بتاعه الخلايا بتاثير البرد والاستيميوليشن اوف الكولد سنترز والهرمون زي ما هنقول كمان شويه، كل الحاجات دي بتبتدي انها تزود عمليه الميتابوليزم. الخلايا بتبتدي تحرق اكتر، لانها كل ما هتحرق اكتر هينتج حراره، الحراره دي هتحافظ على درجه حراره الجسم وتزود لي الهيت برودكشن. عندنا نمره 2 الماسكولر اكتيفيتي. اكيد طبعا العضلات لما بتنقبض بينتج عن الانقباض بتاع العضلات ده كميه كبيره جدا من الحراره بتدفي الجسم، فبنلاقي ان الهيت از برودوسد ان ذا ماسل بوث ات ريست اند ديورينج اكتيفيتيز، بتبقى اثناء الراحه واثناء الاكتيفيتيز. طب اثناء الراحه ازاي؟ عندنا حاجه اسمها الماسل تون. يعني ايه ماسل تون؟ تلاحظوا كده كان ايه في الافلام دايما ايه اول ما يعملوا حد ميت بيرفعوا ايده كده وتروح ايده نازله مره واحده، تمام؟ الماسل تون يا جماعه هو اللي بيخلي العضلات بتاعتنا، انا عضلاتي ريلاكسد دي ما هياش فلاسد، لا دي فيها كونتراكشن، لكن مش كونتراكشن يحركها من مكانها، كونتراكشن يخلي العضله ماسكه نفسها وناشفه وما هياش فلاسد، مش عامله زي قطعه اللحمه اللي انت مشترينها من الجزار، لا دي العضله بتبقى مشدوده وفيها شيء من الكونتراكشن علشان تقدر تحافظ على وضعها اجينست الجرافيتي. فده بنسميه الماسل تون، وده بيبقى عباره عن امبولسز اكشن بوتنشيالز جايه لها من السنترال نيرفوس سيستم بتخليها تعمل كونتراكشن، ولكن كونتراكشن بسيط ومش بيحصل في كل الماسل فايبرز، لا ده في اجزاء منها، بحيث ان هو ما يدينيش حركه في العضله لكن يخلي العضله متماسكه او ما يسمى بالماسل تون. والماسل تون ده من الحاجات اللي بينتج عنها ميتابوليزم، يعني بينتج عنها هيت، وبالتالي بتساعدنا كجزء من الهيت برودكشن عشان نحافظ على درجه حراره الجسم. برضو اثناء الماسل اكسرسايز بقى، لما يحصل اكتيف ماسل اكسرسايز بقى الواحد بيجري بيتحرك، بيبتدي طبعا العضله بتتحرك بشكل اكبر وبينتج عنها عن الحركه دي كميه كبيره من الحراره. 80% اوف هيت اكتيفيتي از برودوسد باي سكليتال ماسل، دي مصانع الحرق بتاعتنا، معظم الحراره اللي في الجسم بتنتج عن السكليتال ماسل 80%. الشيفرنج shivering refers to shaking of the body caused by rapid involuntary contraction or twitching of the muscle during exposure to cold. ده عبارة عن intermittent twitches occurring involuntary in the muscle on cold exposure. يعني العضلة مش بتنقبض بمعنى انها تتحرك من مكانها، لكن العضلة بيحصل لها نوع من الشيكينج او التويتش، العضلة بتتهز، بتتحرك حركة بسيطة، بس الحركة دي بترفع الميتابوليزم بتاع العضلة جدا، بتزوده 100% عن اثناء الريست او مفيش شيبرينج، وده بيديني درجة بيديني كمية من الهيت بتحافظ لي على درجة حرارة الجسم. عشان كده الشيبرينج
من الحاجات اللي بتحصل اثناء الكولد اكسبوجر في الشتاء، تمام، او زي ما هنقول في الاخر كده مع الفيفر. طيب كانوا دايما يقولوا لنا ان الايس كريم في الشتاء بيزود بيدفينا مش بيبردنا. ليه؟ لان الايس كريم ده درجه حرارته قليله جدا، فانا لما باكله بينزل على المعده، هو بيعمل لي ايه؟ بيخفض لي بيخلي الجسم يفقد حراره من الكور، من جوه الجسم بقى، مش من السطح، لا ده من جوه الجسم نفسه، وبالتالي بيعمل ستيميوليشن للهيت ريجوليتنج سنترز، فتبتدي تعمل ايه؟ تبتدي شغل الميكانيزم اللي بتزود درجه حراره الجسم، يقوم يحس من ضمنها الشيفرنج، فيحصل ان الواحد ايه؟ يدفى بسرعه. لما بيحصل الشيفرنج ده الجسم بيدفى. الرول اوف هرمون زي الثايروكسين والادرينالين والكورتيزول، الهرمونز دي بتزود البرودكشن اوف بتزود البرودكشن اوف انرجي من خلال ان هي بتعمل اكسلريشن للميتابوليك اكتيفيتيز. زي ما هنقول راديشن اوف هيت فروم ذا انفايرمنت، الجسم بيكتسب حراره زي ما نقعد قدام الدفايه او زي ما الواحد يقعد في حته فيها شمس، يبتدي يحس ان هو ايه؟ بيدفى، ان هو كده بياخد هيت من الاكسترنال او من السراوندنج عن طريق الراديشن، من طبعا الهوت اوبجكت زي دفايه او زي الشمس او غيره. البراون فات تيشيو، البراون اديبوز تيشيو، احنا عندنا في جسمنا نوعين من الفات، في نوع بيسموه البراون اديبوز تيشيو وعندنا نوع بنسميه وايت اديبوز تيشيو. البراون اديبوز تيشيو بيلعب دور مهم جدا في عمليه الانرجي اكسبندتشر ريجوليشن. اثناء الكولد اكسبوجر بيحصل اكتيفيشن للسمباثيك نيرفس سيستم، نتيجة للاكتيفيشن اوف سمباثيك نيرفس سيستم بيحصل اكتيفيشن للبيتا ريسبتورز اللي موجودة في البراون فات، ويحصل يزيد الميتابوليك ريت ويزيد معدلات اللايبوليسيس او حرق الدهون ويزيد معدل الهيت برودكشن، وده بيقوم بيه المهمة دي بيقوم بيها البراون فات اكتر من الوايت اديبوس تيشيو. الميكانيزم اوف هيت لوس، طيب ازاي الجسم بيفقد الحرارة؟ احنا دلوقتي قلنا ازاي الجسم بيكتسب الحراره، نيجي للميكانيزم اوف هيت لوس. اول حاجه الويز او السكه اللي الحراره دي بتخرج منها، 85% من الحراره بتسيب الجسم عن طريق السكن، ودي طبعا جزء كبير جدا من الحراره اللي بتسيب جسمنا، 14% عن طريق اللونج عن طريق H2O فيبر اللي بيخرج مع الاكسبيريشن، 1% عن طريق الاكسكريتا اللي هم اليورين اند فيسز من خلال الكدني و الديجستيف تراكتس. When environmental temperature is less than body temperature, the heat is lost from the body. لو درجة حرارة الوسط حوالينا زي الشتاء اليومين دول درجة الحرارة أقل من درجة حرارة جسمنا، هيبتدي الجسم يفقد حرارة والحرارة دي هتخرج من الجسم تروح إلى الوسط المحيط. Mechanisms of heat loss. عندنا أول حاجة الconduction. 3% of heat is lost from the surface of the body to other objects such as the chair أو البيد by means of conduction. دايما الواحد كده ايه لما بيقعد في مكان بعد شوية المكان ده بيطفى، ده فعلا لان في جزء من حرارة جسمنا بنفقدها للكرسي اللي احنا قاعدين عليه او للمكان في السرير اللي احنا نايمين عليه عن طريق الconduction. طيب الradiation، في 60% of heat lost by means of radiation. في 60% من الحرارة بنفقدها عن طريق الراديشن أو الإشعاع. The transfer of heat by infrared electromagnetic radiation from body to other objects through the surrounding air. في جزء من الحرارة بتاعت الجسم بتفقد عن طريق الراديشن من الجسم إلى surrounding. الconvection اللي هو الحمل، 15% of heat 15% بنفقده من البادي الى الاير عن طريق الكونفكشن. First the heat is conducted to the air surrounding the body and then carried away by air current اللي هو الكونفكشن. ان الطبقة الملامسة للجلد الحرارة بتنتقل، طبعا لو ما احنا في الشتاء مش في الصيف مثلا، في الصيف ممكن تبقى درجة حرارة الوسط اعلى من درجة حرارتنا وبالتالي جسمنا اللي هيكتسب حرارة، لكن مثلا في الشتاء درجة حرارة جسمي أعلى من درجة حرارة السراوندنج، هيبتدي الحرارة الاير الملامس للجلد بتاعي ده هيبتدي ياخد حرارة من الجلد بتاعي فيسخن. طبعا زي ما انتوا عارفين الهواء السخن هيتحرك لفوق، هيقوم الهواء اللي سخن ده يتحرك وتيجي طبقة هواء جديدة تكون باردة مكانه، فده بنسميه الاير كارنتس اللي هي التيارات الهوائية،
وده بنفقد بالطريقة دي حوالي 15% من الهيت اللي بنفقدها من الجسم. الإيفابوريشن اللي هو بنسميه الانسنسبل ريسبيريشن. When water evaporates, the heat is lost. اتفقنا ان انا علشان افقد حرارة من الجسم لازم الجسم المية تتبخر، سواء كانت عن طريق السويت او عن طريق الريسبيريشن. بيبتدي الجسم المية بيحصل لها evaporation، مسطح الجسم بتاخد معاها حرارة. 22% of heat lost through the evaporation of water. Normally a small quantity of water is continuously evaporated from skin and lungs. البخر ده بيبقى عن طريق حاجتين، السكن السويت بيحصل له evaporation، فزي ما اتفقنا بناخد ال 1 سي سي من السويت يحصل له evaporation بياخد معايا 85% من كالوري، او ان ال evaporation of الووتر فيبر من اللونج ده برضو بياخد معاه ال 1 سي سي بياخد معاه 85% من الكالوري. وده بيبقى احنا ان اوير اوف ات، فبيسموه ذا انسنسبل respiration او ال insensible على طول. ساعات يسموه insensible perspiration او يسموه ال insensible. ال panting اللي هو rapid shallow breathing. ال rapid shallow breathing ده associated with dribbling of more saliva. ده بيحصل في ال animals like dogs which don't have sweat glands. Heat is lost by evaporation of water from lungs and saliva by means of panting. الطريقة الوحيدة للأنيمال اللي ما عندهاش sweat glands إن هي تفقد الحرارة من جسمها بيبقى عن طريق ال H2O اللي بيحصل له evaporation من اللونج، أو عن طريق ال dribbling of saliva اللي هو بيسموه ال panting. Regulation of body temperature. احنا اتفقنا ان خلاص ان احنا الهيومن بينج احنا من الورم بلودد انيمالز، المفروض ان احنا بنحافظ على درجة حرارة الجسم بتاعتنا ثابتة 37 degree celsius بغض النظر عن درجة حرارة الاتموسفير. طبعا احنا عندنا فصول 4 ودرجة حرارة الاتموسفير بتتغير من فصل للتاني، لكن رغم كده الجسم بيحافظ على درجة حرارة الجسم ثابتة عن طريق الميكانيزمز المسؤولة عن regulation of the body temperature. The body temperature regulated by the hypothalamus. المركز اللي بينظم درجة الحرارة هو الهايبوثالاموس، which sets the normal range of body temperature. بيسموها set point. الهايبوثالاموس فيها ترموستات عامل زي الترموستات بتاع التلاجة، اللي هو ال heat regulating center اللي بينقسم إلى heat loss center و heat gain center. ده عامل زي الترموستات بتاع التلاجة، بقى ليه set point، دي درجة حرارة معينة هي دي normal temperature بتاعة البادي اللي هي 37 degree celsius. طيب الهايبوثالاموس عندها two center، heat loss center ده موجود في الانتيريور هايبوثالاموس. النيرونز بتكون heat sensitive بيسموها thermoreceptors. The thermoreceptors activated when the core body temperature is elevated above the set point. هيبتدي درجة حرارة البلد اللي واصل للنيرونز اللي هي الهيت سنسيتيف نيرونز او الثيرموريسبتورز دي، البلد اللي وصل لها درجه حرارته هتزيد، فهيبتدي تحس بالاليفيشن في البادي تمبريتشر، يحصل اكتيفيشن للانتيريور هايبوثالاموس. ستيمولايشن از ستيمولي. طيب لما يحصل ستيمولايشن للانتيريور هايبوثالاموس هيحصل ايه؟ حاجات كتير، اهمه بيحصل ستيمولايشن للكوتينيوس فازور دايلاتيشن اند سويتنج. لو حصل ريموفال او ليجن للانتيريور hypothalamus بيبتدي يحصل increase in the body temperature. طيب ال heat gain center المركز بقى اللي هو بيبقى activated مع ال cold exposure. ال heat loss center ده بيبقى activated مع ال exposure لزيادة درجة حرارة الجسم أو زيادة درجة حرارة الأتموسفير، ال exposure to hot environment. بينما ال heat gain center ده بيبقى activated مع ال cold exposure أو لما بيحصل decrease في ال core body temperature below the set point. بيبقى موجود في البوستيريور هايبوثالاموس. لما يحصل استيميوليشن للبوستيريور هايبوثالاموس بيحصل رياكشنز كتيرة، من ضمنها الشيفرنج، بيزيد سكريشن اوف بعض الهرمونز. البوستيريور هايبوثالاموس بتبتدي تبعت للادرينال جلاند، في دايركت كونكشن ما بين الهايبوثالاموس وما بين الادرينال جلاند، بتزود الادرينال ميدالا تحديدا بتزود السكريشن اوف الكورتيزول. سوري انا اسفه، في عندنا دايركت كونكشن ما بين الهايبوثالاموس وما بين الادرينال ميدالا، بيزود السكريشن اوف النور ادرينالين والادرينالين، ودول بيزودوا لي معدل الحرق.
برضو لما يحصل stimulation للهيت جين في البوستيريور هايبوثالامس هيبعت للبيتيوتري جلاند عن طريق الهايبوثالاميك بيتيوتري او بيسموها البيتيوتري او الهايبوفيزس ده اسم الجلاند. فالهايبوثالاميك هايبوفيزيال بورتر سيركيوليشن دي دوره دمويه بتصل الهايبوثالامس مع البيتيوتري جلاند، بتبتدي الهايبوثالامس تخلي البيتيوتري جلاند تزود افراز هرمون الكورتيزول من الادرينال كورتكس وهرمون الثايروكسين من الثايرويد جلاند، والهرمونات دي هتزود لي معدل الحرق. كل الرياكشنز دي بتحصل لما يحصل ستيميوليشن للهيت جين سنتر. طيب لو حصل ريموفال او ليجن في النيوكليوس بيبتدي يحصل فول ان بادي تمبريتشر. طبعا الكلام ده لسه هنقوله تاني ان ديتيلز ونعيد ونزيد فيه. طيب الرياكشنز بقى اللي بتحصل لما البادي تمبريتشر انكريز، او بمعنى اخر في الصيف لما نتعرض ل انكريز اكسترنال تمبريتشر، لما درجه حراره الاتموسفيريك تمبريتشر حوالينا تزيد وبالتالي درجة حرارة الجسم تزيد، هيبتدي الجسم يتعامل من خلال انه يعمل activation لمين؟ للانتيريور هايبوثالامس. When body temperature increase, the blood temperature also increase. When blood with increased temperature passes through the hypothalamus, it stimulates the thermoreceptors present in the heat loss center in the anterior hypothalamus. Now the heat loss center brings the temperature back to normal by two mechanisms. هيشتغل بطريقتين. أول حاجة promotion of heat loss أو increase of heat loss هيزود فقدان الحرارة. الحاجة التانية prevention of heat production أو الهيت جين، هيقلل الهيت جين أو الهيت production. عشان كده دايما بنقول إن الحرق بيزيد في الشتاء وبيقل في الصيف، لأن أهم حاجة بتزود لي الهيت production زي ما قلنا هي إيه؟ هي عمليات الميتابوليزم. بنلاحظ دايما ان الهيت اكسبوجر ريجوليتنج ميكانيزم ار مينلي فيزيكال، انا بعتمد ان انا فيزيكال ميكانيزم بقلل بيها الهيت جين وبزود الهيت لوس، ده عكس الكولد اكسبوجر اللي بنعتمد الجسم فيه على ميكانيزم ان هو بيزود الحرق. فدي كيميكال بروسيس، يعني نقدر نقول ان مقاومه الجسم لدرجات الحراره المعترفه فيزيكال بروسيس، عمليات فيزيائيه زي ما هنقول دلوقتي نشرحها بالتفصيل، بينما مقاومة الجسم للكولد تمبريتشر دي عمليات كيميائية أنا بزود الحرق. البروموشن اوف هيت لوس، ازاي الجسم يزود الحرق مع الهيت اكسبوجر؟ When body temperature increase the anterior hypothalamus is activated، أكيد ده طبعا الهيت لوس سنتر، لما زي درجة حرارة الجسم هيبقى activated. طيب قصاد كده لازم البوستيريور هايبوثالاموس انهبيتد، ده بنسميه ريسيبروكال انهبيشن او ريسيبروكال اكتيفيشن، ان دول مركزين عكس بعض عاملين زي العضله الاجونست والانتاجونست، واحده فيهم تبقى كونتراكتد لازم الثانيه تبقى ريلاكسد. فانا لما هعمل ستيميوليشن للانتيريور هايبوثالاموس يبقى لازم اعمل انهبيشن للبوستيريور. يبقى لما نتعرض لدرجات حراره مرتفعه او درجه حراره الجسم تزيد هتبتدي الانتيريور هايبوثالاموس يحصل لها اكتيفيشن والبوستيريور هايبوثالاموس بيكام انهبيتد. طيب الهيت لوس سنتر هيبتدي يقلل درجه حراره الجسم عن طريق الميكانيزمز اللي هنقولها. اول حاجه باي انكريز سيكريشن اوف سويت، هيبتدي يحصل اكتيفيشن للسويت جلاندز. طيب لما ايه لما يزيد افراز العرق هيبتدي يحصل ايه؟ when sweat secretion increase more water is lost from the skin along with heat. لكن لازم نبقى زي ما اتفقنا العرق لو ده حصل له دريبلنج نقطت كده او ان انا مسحته بمنديل، العرق ده ما بياخدش معاه حراره. امتى العرق ياخد معاه حراره؟ لما يحصل له ايفابوريشن، يعني لو انا في مروحه او انا لو انا بهوي كده اخلي العرق ده يحصل له ايفابوريشن، كده كل 1 سي سي اوف سويت بياخد معاه 85% من الكالوري، لكن العرق اللي بيحصل له دريبلنج ده ما بيخفضش درجه حراره الجسم. طيب تاني حاجه هيعملها الاستيميوليشن اوف الانتيريور هايبوثالاموس انه هيعمل انهيبيشن للسمباثيتك سنترز في البوستيريور هايبوثالاموس. طيب نتيجه لكده يحصل ايه؟ يحصل كوتينيوس فازودايليتيشن. طيب لما يحصل كوتينيوس فازودايليتيشن البلاد فلو، كوتينيوس فازودايليتيشن يعني الاوعيه الدمويه اللي رايحه للجلد هتبتدي ان هي توسع. طيب لما الاوعيه الدمويه اللي رايحه للجلد توسع هيبتدي البلاد فلو، كميه الدم اللي رايحه للجلد هتزيد. لما دي كميه الدم اللي رايحه للجلد بالتالي كميه الدم اللي رايحه للسويت جلاندز هتزيد، فيبتدي يزيد السويتنج. كمان لما يزيد الدم اللي واصل للجلد هيبتدي يحصل ان السكن تمبريتشر هتزيد. لما السكن تمبريتشر تزيد
انا عندي درجة حرارة الوسط عند الدنيا، احنا في الصيف بقى والجو حار، درجة حرارة الاتموسفير حواليا عالية، كل ما رفعت درجة حرارة الجلد انا قللت التمبريتشر جريدينت، فرق درجات الحرارة ما بين الجلد وما بين الاتموسفير، وبالتالي بقلل الهيت جين من الاتموسفير الى السكن، وبالتالي انا كده بقلل عملية ايه الهيت جين، ان انا اكتسب حرارة من الاكسترنال انفايرمنت. طيب نيجي بعد كده البريفنشن اوف هيت برودكشن. الهيت لوس سنتر اللي هو الانتيريور هايبوثالاموس لما يبقى ستيمولييتد مع الهيت اكسبوجر بيبتدي يعمل انهيبيشن للبوستيريور هايبوثالاموس ويعمل انهيبيشن للميكانيزمز انفولفد ان هيت برودكشن زي الشيفرنج والسكريشن اوف الهرمونز اللي بتزود الميتابوليزم. يبقى لما عملنا ستيميوليشن انتيريور هايبوثالاموس حصل انهيبيشن للبوستيريور هايبوثالاموس وبالتالي انهيبيشن للشيفرنج، انهيبيشن للانكريز في الميتابوليزم، وانهيبيشن للسكريشن اوف هرمونز اللي بتزود لي الميتابوليك ريت. طيب تكت الدياجرام علشان نلخص عملية الريسبونسز اللي بتحصل مع الهيت اكسبوجر لما درجة حرارة الجسم ترتفع، او لما نبقى مثلا في الصيف ويزيد درجة حرارة الوسط اللي حوالينا. الـ stimulation of anterior hypothalamus on heat exposure بينتج عنه ايه؟ طبعا اول حاجة لما بيزيد درجة حرارة الاتموسفير بيزيد درجة حرارة السكن، بيزيد درجة حرارة الجسم ودرجة حرارة البلد اللي رايح للـ anterior hypothalamus، يبتدي ايه يعمل لها stimulation. طيب once بقت stimulated هيحصل responses في صورة ايه؟ حاجتين: increase the heat loss, decrease the heat production. increase the heat loss عن طريق two mechanism: vasodilatation of skin blood vessels وال sweating. تمام. طيب ال decrease في ال heat production decrease the metabolism وال prevention of shivering. الديجرام ده بيلخص لنا الكلام اللي احنا قلناه. طيب when body temperature decrease هيبتدي يحصل ايه؟ when body temperature decrease لما درجة حرارة الجسم تقل، يعني ال cold exposure يعني في الشتاء، بيحصل ايه لما نتعرض ل low atmospheric temperature زي اليومين دول كده؟ اول حاجة هيحصل stimulation لل posterior hypothalamus اللي هو ال heat gain center. ال posterior hypothalamus هيبتدي يعمل لي حاجتين: ال prevention of heat loss, promotion of heat production، هيمنع فقدان الحرارة وهيزود الهيت جين او الهيت برودكشن. عشان كده بنقول ان الميتابوليزم بيعلى امتى؟ بيعلى في الشتاء. عملية regulation of body temperature دي mainly chemical process، يعني الوسيلة الاساسية للجسم علشان يتدفى في الشتاء ان هو يزود معدل الحرق. الحرق ده زي ما اتفقنا معادلة كيميائية، الجلوكوز زائد الـ O2 بيديني CO2 والـ H2O والإنرجي، اللي جزء منها بيتشال على الـ ATP مولوكيولز الخلايا بتستخدمه، وجزء بيخرج في صورة الهيت اللي بتدفينا. فأنا عندي العملية دي كيميكال رياكشن، فعملية إن أنا أزود الحرق دي أزود التفاعلات الكيميائية جوه الجسم، فأساس الجسم في التعامل مع الكولد إكسبوجر إن هو يزود الحرق. عشان كده بنقول إن الميكانيزمز اللي بتتعامل مع الكولد إكسبوجر دي مينلي كيميكال ميكانيزم، بينما في الصيف لأ، ده كانت فيزيكال، أنا بقلل إني آخد حرارة من الوسط. الـ prevention of heat loss ازاي الجسم يحافظ على الحرارة بتاعته جواه وما نفقدهاش للوسط المحيط مع الجو التلج الصقيع اللي احنا فيه ده. اول حاجة لما الـ body temperature decrease بيبتدي يحصل stimulation للـ posterior hypothalamus. الـ posterior hypothalamus بتعمل stimulation للـ sympathetic center. sympathetic center على فكرة موجودة جنب في الـ posterior hypothalamus جنب الـ heat جنب الـ heat gain center. فيبتدي يحصل اول حاجه كوتينيوس فازو كونستريكشن. عشان كده الواحد دايما في الشتاء تلاقوا ايديكم متلجه، رجليكم متلجه، وشنا متلج، بنلاقي الاطراف بتاعتنا متلجه في الشتاء. ده ليه؟ لان بيحصل كوتينيوس فازو كونستريكشن، يعني البلاد فيزلز اللي رايحه للجلد بتبتدي انها تضيق او شبه بتكون بتتقفل، فالبلاد فلو اللي رايح للسكن بتاعنا بيكون قليل جدا. فمعنى كده ان يبتدي السكن ايه درجه حرارته تنخفض، الاقي ايديا متلجه. طب ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه؟ ده حاجه كويسه، لان لما درجه حراره السكن بتاعتي بتقل وانا حواليا الاتموسفير كولد، فانا بقلل التمبريتشر جريدينت ما بين السكن وما بين الاتموسفير، وبالتالي بقلل الهيت لوس من السكن الى الاتموسفير، فبحافظ على الحراره بتاعتي جوه جسمي.
يبقى من اول حاجة بنحافظ بيها ان احنا نمنع الهيت لوس هي الكوتينيوس فازوكونستريكشن. تاني حاجة لما حصل استيميوليشن البوستيريور هايبوثالاموس حصل انهيبيشن للانتيريور هايبوثالاموس وبالتالي حصل انهيبيشن اوف سويتنج، منعنا العرق، والعرق ده طبعا بياخد معاه جزء من حرارة الجسم. الرياكشن التالت ده بيحصل في الانيمالز اللي هو بايلو اريكشن اوف هير، ان الشعر بتاع شعر الجسم بتاع الحيوان يبتدي يحصل له اريكشن، يعني بيقف لفوق كده، وبالتالي الاير ده بيبقى عامل ايه، بيبقى عامل زي الهير ده بيبقى عامل ترافنج اير لايرز بتوين الهيرز، بيبقى عامل زي تاثير الهدوم بتاعتنا في الشتاء، بيبقى الشعر ده عامل زي طبقات في هواء بين الطبقات دي، الهواء ده بياخد درجة حرارة من الجسم وبيفضل محبوس بقى ما بيطلعش لفوق، تمام، وبالتالي ده بيدفي الحيوان وبيحافظ على درجة حرارته وبيمنع الهيت لوس. طب احنا كمهيومة ما عندناش بقى الرياكشن ده، لكن احنا بنستعيد عنه بان احنا البيهافير بتاعنا ان احنا في الشتاء بنلبس لبس تقيل. طيب هل انا لو لبست طبقة واحدة سميكة ولا multiple thin layer؟ الحقيقة ان multiple thin layer بتدفي اكتر من الطبقة الواحدة السميكة، لان كل ما زادت الاير trapped، انا لو طبقة واحدة سميكة هي فعلا طبقة سميكة في اير trapped في المسافات الفراغات اللي ما بينها، الاير ده بيحافظ لي على درجة حرارة جسمي، لكن لو انا لابسة اكتر من طبقة، الطبقات دي كل ما بين كل طبقة وطبقة بيبقى فيه شوية اير trapped، والاير دول بيبقى درجة حرارتهم بياخد حرارة من الجسم وفي درجة حرارتهم بترتفع وبيفضلوا محبوسين، فالمالتيبل اير لاير بيحافظوا على درجة حرارة الجسم أفضل من الطبقة الواحدة حتى لو كانت فيريتك. تاني رياكشن بيحصل مع الستيميوليشن اوف ذا بوستيريور هايبوثالاموس during cold exposure، بيبتدي يحصل عندي promotion of heat production، وده رد الفعل الأهم، الجسم بيبتدي يزود معدل إنتاج الطاقة، بيبتدي يزود الـ heat gain، بيبتدي يزود الحرق. طيب الـ heat production ده الجسم بيزوده بثلاث طرق. أول حاجة إنه بيزيد عندي المسل تون. المسل تون ده زي ما اتفقنا إن العضلات في العادي بيجيلها continuous signals من البرين، ما بتبقاش relaxed او non contracting muscle، دي ما بتبقاش relaxed خالص او flaccid، لا دي بيبقى فيها contraction بسيط بيديها المسل تون ده وبيزود الميتابوليزم بتاعها حوالي 50%. فلما بيزيد عندي المسل تون هيزيد الميتابوليزم بتاع المسل بنسبة 50%، فهيزيد الهيت جين او الهيت production، ده بيحصل رد فعل بيحصل معانا في الشتاء. الشيفرينج لما يكون الاتموسفيريك تمبريتشر فيري لو، زي واحد مثلا نزل الصبح بدري والجو برد قوي فيلاقي نفسه من كتر البرد كده بيبتدي يترعش، الرعشه دي بتدفي الجسم جدا، لان الرعشه دي بيبقى عباره عن ايه، ان الهيت جين سنتر بيعمل ستيميوليشن للموتور سنترز، فبتبتدي الموتور سنترز تبعت سيجنالز للمسل تعمل لها ايه، عباره عن انترابتد سيجنالز كده بتعمل ريزميك كونتراكشن للسكليتال مسل، فيحصل الشيفرنج ده، الشيفرنج ده بيرفع الميتابوليزم بتاع المسل لحد 100 او 200% كمان، وبيزيد الهيت جين اللي خارج من المسل، عشان كده الشيفرنج ده من الحاجات اللي بتدفي الواحد بسرعه جدا، عشان كده بيقول الايس كريم في الشتاء بيدفي زي ما قلنا، علشان الايس كريم ده بيسقع بيخلي بيعمل ديكريز للكور بادي تمبريتشر بسرعه، فيحصل استيميوليشن للبوستيريور هايبوثالاموس فيسرع بقى الرياكشن بتاعت الكولد، ومن ضمنها الشيفرنج، تلاقي نفسك بعد ما اكلت الايس كريم حصل لك شيفرنج وتفيد بعد كده. الانكريزد ميتابوليك رياكشن، الميتابوليك رياكشنز بقى الشتاء بقى بيعلي الميتابوليزم، ازاي الشتاء بيعلي الحرق او بيعلي الميتابوليزم؟ اول حاجه مع الكولد اكسبوجر الاستيميوليشن اوف بوستيريور هايبوثالاموس هيعمل حاجتين، البوستيريور هايبوثالاموس هتبعت للسمباثيك سنترز تزود تعمل لها ستيميوليشن، طيب نتيجه لكده يحصل ايه، يحصل سكريشن للادرينالين والنور ادرينالين، كمان كمان الهيت جين سنتر ده البوستيريور هايبوثالاموس الهايبوثالاموس عندها دايركت كونكشن مع الادرينال ميدالا اللي بتفرز لي الادرينالين والنور ادرينالين، دول بيعملوا حاجتين زيهم زي السمباثيك ستيميوليشن، هيعملوا فازوكونستريكشن للسكن بلاد فيسل وانكريز الميتابوليزم، هيزودوا لي عمليات الميتابوليزم عن طريق ان هم هيزودوا الهارت ريت ويزودوا الريسبيراتوري ريت، تمام، كل الحاجات دي بتؤدي في النهايه الى انهم بيزودوا لي ايه الميتابوليزم، كمان الادرينالين بيزود عمليه ان الليفر يكسر الجلايكوجين والمسل تكسر الجلايكوجين ويحوله الى جلوكوز، فيبقى عندي فيه انرجي متاح اكتر علشان الخلايا تحرقه وتزود الايه الهيت برودكشن. تاني حاجه الكورتيزون للادرينال كورتكس،
الهايبوثالاموس لما تبقى البوستيريور هاي البوستيريور هايبوثالاموس ستيميوليتد هتبعت للبيتيوتري جلاند تزود هرمون اسمه ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون، ده بيعمل ستيميوليشن للادرينال كورتكس، فالادرينال كورتكس طلع الكورتيزول. الكورتيزول هنا هيعمل لي اليفيشن للبلاد جلوكوز ليفل، هيزود لي كميه الجلوكوز اللي موجوده في الدم. طيب لما يزيد الجلوكوز في الدم هيبقى عندي مور فيول افيلابل فور بيرنينج، الخلايا تحرق الجلوكوز ويخرج عنها هيت فنتدفى اكتر. تمام، علشان كده الشتاء بيزود معدل الحرق. ادينا عرفنا اهو السبب الرابع بقى، الثايروكسين اللي جاي من الثايرويد جلاند. برضو البوستيريور هايبوثالاماس بتبعت لي البيتيوتري جلاند اللي هي الغده النخاميه، البيتيوتري جلاند بتبعت الهرمون المحفز للغده الدرقيه اللي هو التي اس اتش ثايرويد ستيميوليتنج هرمون، تزود الثايرويد هرمون تزود الثايروكسين، والثايروكسين ده بقى الهرمون اللي بيزود معدل الميتابوليزم في الخلايا كلها، الموست بوتنت ستيميوليتور فور ميتابوليزم. يبقى عندنا ليه معدل الحرق بيزيد اثناء البرد؟ السؤال ده ليه اربع اسباب. اول حاجه انه بيحصل ستيميوليشن للبوستيريور هايبوثالاموس، فهتعمل لي اربع حاجات: ستيميوليشن للسمباثيتك سنترز، ستيميوليشن للادرينالين او النور ادرينالين سيكريشن من الادرينال ميدالا، ستيميوليشن للكورتيزول سيكريشن فروم ادرينال كورتكس، ستيميوليشن اوف ثايروكسين سيكريشن فروم ذا ثايرويد جلاند. يبقى هيزيد الثايروكسين، هيزيد الكورتيزول، هيزيد الادرينالين والنور ادرينالين، السمباثيك ستيميوليشن. الاربع حاجات دول هيزودوا لي معدل الحرق، معدل الفات بيرنينج، هيزودوا لي نسبه الجلوكوز في البلد، وبالتالي الخلايا هتحرق جلوكوز اكتر. بيعملوا ستيميوليشن لللايبوليسيس، يبتدي الجسم يحرق الدهون المتخزنه ويديني يحولها الى فاتي اسيد، يبتدي الجسم يحرقها. فالاربع ميكانيزمز دول اللي هو السمباثيتك ستيميوليشن، السمباثيتك على فكره السمباثيتك ستيميوليشن زي ما قلنا في البراون اديبوس تيشو في عندنا هناك بيتا ريسبتورز، هيبتدي يحصل لها الستيميوليشن وتبتدي تعمل لي ستيميوليشن لللايبوليسيس، تحرك لي الفات، تكسر لي الفات اللي متخزن في النسيج الدهني وتحوله لي الى جلوسرول وتراي وتحول لي تراي جلوسرايد الى جلوسرول وفري فاتي اسيد، يبتدي الجسم يحرقها ويحولها الى انرجي CO2 H2O. يبقى اذا البرد بيزود الميتابوليزم، عشان كده بنقول ان الريسبونس للكولد اكسبوجر ده مينلي كيميكال، لان اهم ميكانيزم هي ان انا بزود الحرق. حتى الماسل يا جماعه لما بزود الماسل تون او الشيبرنج انا بزود الماسل ميتابوليزم، بزود كميه الحرق جوه العضلات، فده برضو يعتبر كيميكال. يبقى نلخص بقى كده الرياكشنز اللي بتحصل مع الكولد اكسبوجر برضو في الدياجرام ده. بنقول ان الكولد اكسبوجر استيميوليت بوستيريور هايبوثالاموس. طيب نتيجه للاستيميوليشن او بوستيريور هايبوثالاموس بيحصل عندي حاجتين: ديكريز الهيت لوس، انكريز الهيت جين. طيب ديكريز الهيت لوس هيعمل لي ايه؟ فازو كونستريكشن اوف سكن بلاد فيسل، اريكشن اوف هيرز، انهيبيشن اوف سويتنج. طيب على الناحية التانية الـ increase الـ heat gain بيحصل عن طريق ثلاث حاجات: increase الـ muscle tone، الـ shivering، الـ hormones. الـ hormones أهمهم الـ adrenaline والنور adrenaline، الـ cortisol and thyroxine. طيب الـ fever بقى اللي هي السخونة اللي بتحصل لما الواحد كده يكون بعد الشر واخد دوش نزلة شديدة أو التهاب ويبتدي يحصل معاه سخونة. فالفيفر دي عبارة عن abnormal elevation of body temperature، بتحصل بسبب حاجة اسمها البيروجين، نتيجة للفيرال انفكشن أو البكتيريال انفكشن، الباثوجين اللي دخل الجسم بيبتدي الجسم يستجيب ليه من خلال طبعا نقرات الدم البيضاء، تبتدي تدافع عن الجسم وتتفاعل مع الباثوجين ده، فينتج عن الرياكشن ما بين الاميون سيستم بتاعنا جهاز المناعة مع الباثوجين بيدوني حاجة اسمها البيروجينز. البيروجين دي كيميكالز جوه الجسم بتبتدي تشتغل على الهايبوثالاموس، الترموستات اللي عندنا تعدل الست بوينت بتاعته. يبقى البيروجين بروديوس فيفر باي انكريزنج ذا هايبوثالاميك ست بوينت تمبريتشر، هترفع الست بوينت بدل ما هي عند 37 هترفعها مثلا ل 39 او 38. طب نتيجه لكده يحصل ايه؟
نتيجة لما ترفع السيت بوينت هيبتدي الجسم لدرجة حرارته 37 يحس ان هو بردان. عشان كده في بداية الفيفر دايما الشخص يلاقي نفسه بيتنفض، بيحصل له شيفرنج كأنه اتعرض لبرد بالظبط، رغم ان هو درجة حرارته هنا بتكون درجة حرارته طبيعية، لكن هو ابتدى ان البيروجين ده لعب في الترموستات بتاع البرين بتاعنا بتاع الهايبوثالاموس، رفعه حركه من 37 لرقم فوق 37، فبقى بالنسبة للجسم 37 دي درجة الحرارة بتاعتنا كده بقت منخفضة، يبتدي يحصل اكتيفيشن للهيت جين سنتر، يبتدي يديني الرياكشنز اللي بتحصل مع الكولد اكسبوجر ومن ضمنها الشيفرنج. عشان كده من اول علامات السيفر الشخص يلاقي نفسه بيتنفض وبردان وعايز يتغطى، ده معناها ان هو كده دخل في فيفر. هيبتدي الجسم بقى الهايبوثالاميك هيت جين سنتر يبتدي يشتغل ويرفع درجة حرارة الجسم، تمام. يبقى الانتيريور هايبوثالاموس then activate the heat regulating mechanism shivering to raise the body temperature to the new set point. كده رفعت درجة حرارة جسمي بقت فوق الطبيعي، بقت 39. طبعا درجة الحرارة دي بتبقى مش مناسبة للوظائف بتاعت الخلايا، ولو زادت عن 42 بيبتدي يحصل بعض الدمج للخلايا اللي مقدرش اعوضها تاني، زي الخلايا بتاعت السي ان اس البرين. البرين سيلز دي ما بتنقسمش، انا عندي عدد معين لو فقدت منه جزء هضطر ان انا هيبقى حصل لي فقد في الوظيفة بتاعته. At the cellular level, the mechanism of pyrogen action is increased the production of interleukin 1 in phagocytic cell. البيروجين اللي بيرفع لي درجة الحرارة ده هو في الحقيقة واحد من ضمن البيروجين هو الانترلوكين 1، وده بيتكون جوه الفاجوسيتيك سيلز اللي هي الخلايا زي الماكروفاج المونوسايت. الخلايا دي بتبلع الباثوجين، بتبلع البكتيريا او الفيرال، فبينتج عن عملية الفاجوسايتوزيس دي انها بلعت الجسم الغريب ده انها بيخرج منها الانترلوكين 1. الانترلوكين 1 بيشتغل على الانتيريور هايبوثالاموس، تمام، يزود من خلال ان هو بيزود ايه بقى، في بيزود اللوكال برودكشن اوف بروستاجلاندينز في الهايبوثالاموس. البروستاجلاندينز دول بيعملوا اليفيشن للسيت بوينت. عشان كده الفيفر لو اخدنا حاجه زي الاسبرين او اللي هم مجموعه الناسيدز اللي هم النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي الباراسيتامول زي البروفين، الادويه دي كلها لو احنا اخدناها الادويه بتعمل ايه؟ بتعمل انهيبيشن للسينثيسيس اوف بروستاجلاندينز، بتمنع انزيم اسمه السايكلو اوكسجينيز. لما الانزيم ده بيتمنع او بتوقفه ببوظه او بتكسره يعني، هيحصل ان البرودكشن اوف بروستاجلاندينز بيقف. طيب لما انا وقفت البرودكشن اوف بروستاجلاندينز، يبقى في الحاله دي البروستاجلاندينز دي هي اللي كانت بتشتغل على الهايبوثالاموس ترفع لي السيت بوينت، يبقى السيت بوينت هترجع لي النورمال تمبريتشر بتاعتها. عشان كده احنا بندي الدراجز دي زي الباراسيتامول زي البروفين زي الاسبرين، الادويه دي احنا بنديها مع الفيفر، لكن بشرط ان الفيفر ما تكونش اتعدت ال 38 ديجري سيلسيوس، لان يعني لو هي فوق ال 38 لا انا لازم استخدم الحاجات الاول الكمادات، او ان احنا الكحول نمسح الجسم بالكحول. الكحول برده بيتبخر وبياخد معاه الحراره الزياده، او ان احنا نعمل للجسم كمادات. الكمادات طبعا المفروض اماكنها الصح بتبقى على الاماكن اللي فيها ارتريز زي مثلا في الاجزيلا او عند الجراين، او ان الجسم نعمل هوت باث نقعد الشخص في كولد باث في درجه في ميه درجه حراره او حتى ايس باث لو درجه الحراره عاليه جدا، انزل درجه الحراره لحد 38 علشان تقدر النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي الباراسيتامول او زي الاسبرين او زي البروفين تقدر ان هي تشتغل وتقلل درجه حراره الجسم. تشتغل زي ما قلنا ازاي، انها بتمنع البرودكشن اوف بروستاجلاندينز. نيجي عندنا بقى حاجه اسمها الهيت اكزوستشن، دي اكيد كلنا حصلت معانا ان الواحد لو نزل في يوم حر في الصيف وتعرض للشمس فتره او تعرض للشمس فتره طويله في الجو الحر هيبتدي يحصل معاه هيت اكزوستشن. الهيت اكزوستشن بيحصل نتيجه للبادي ريسبونس للاليفيتد انفايرمنتال تمبريتشر. طبعا الواحد بقى ممكن يزود التاثير ده او الحاجات او الفاكتورز اللي ممكن تزود التاثير ده، ان انت مثلا تنزل في يوم حر جدا وتقف تتعرض للشمس فترات طويله وتكون مش مغطي راسك. دايما الناس اللي بيبقوا في المناطق الصحراويه او الهوت تمبريت زي في السودان او في افريقيا او غيره بيبتدوا ان هم بيغطوا راسهم، ودايما بيغطوا راسهم بوايت كفرج. الوايت كفرج اللي بتحط على الراس ده زي اللي بيحطوه في الجماعه اللي ساكنين في الصحراء، ده مهم جدا لانه بيحمي البرين والسباينال كورد في النك من تاثير الصن. يبقى انت المفروض لو انت هتتعرض لشمس هتلبس كاب او تغطي راسك بحاجه تكون وايت كفرج.
برضو الحاجات اللي ممكن تزود تأثير الحرارة طبعا، ان انت مش بس يكون الجو حار، الجو حار وانت متعرض للشمس، او مش بس الجو حار، الجو حار والهيوميديتي عالية. طب الهيوميديتي ايه تأثيرها؟ الهيوميديتي هتأثر على الووتر ايفابوريشن، الايفابوريشن اوف سويت. لما تكون درجة الرطوبة عالية يعني الهواء اللي حوالين جسمك متشبع ببخار المية، وبالتالي عملية الايفابوريشن اوف سويت بتقل. وزي ما قلنا السويت لو حصل له دريبلينج كده مش بياخد معاه حرارة من الجسم. او ان انت تكون واكل اكله فيها بروتين دايت كتير، واكل اكل فاطر بقى، فطار تقيل بقى، واكل لحمه في الصبح والدنيا حر. طبعا الواحد في الصيف اصلا بيبقى معظم الناس في الصيف ما بتقدرش تاكل بروتين كتير، لانه ليه زي ما قلنا المره اللي فاتت ليه هاي سبيسيفيك دايناميك اكشن، بيرفع درجه حراره الجسم. فلو انا واكل بروتين ونزلت في الشمس هزود الطينه بله، ولو انا لابس لبس لونه غامق، وسلام لو اللبس ده بقى حاجه ماشيه صناعيه وطايطه على الجسم زي الحاجات اللي الكارينا والحاجات اللي بيلبسوها البنات، الحاجات دي بتمنع بتمنع التيارات الهواء من تحت من الجلد، وبتمنع الهيت بتمنع الهيت لوس، وبالتالي بتساعد ان درجه حراره الجسم ترتفع. وممكن على فكره لبس الحاجات دي في الصيف من الحاجات اللي ممكن تعمل هيت اكزوشن او حتى هيت ستروك بسهوله. طبعا الحاجات اللي ممكن تساعدنا ان احنا نبعد عن الشمس، نغطي راسنا، نلبس لبس يكون لايت كولر، ابيض فواتح، يكون القماشات قماشات، ويكون اللبس يكون واسع في الفوت، ما يكونش تايت على الجسم، ويكون القماشات تكون ناتشرال تسمح بدخول الهواء، فيها مسامات تسمح بدخول الهواء زي الكوتون او زي الكتان. القماشه دي بتكون بتسمح بدخول الهواء، وبالتالي تسمح بالايفابوريشن اوف سويت لو في مراوح تحرك الهواء. وطبعا لو نقدر ان احنا نبقى موجودين في اماكن اير كونديشن ده هيكون الافضل. however لو السويتنج كان اكسسيف ممكن يحصل ديكريز من ضمن الحاجات الخطر جدا ان السويتنج اللي بيحصل له دريبلنج ده لو هو اكسسيف بقى هيبقى مش بيقلل درجه حراره الجسم، وكمان الجسم بيفقد ميه، فممكن يحصل ريدكشن للاكسترا سيلولار فلويد فوليوم، يبتدي يحصل ديكريز في البلاد فوليوم، ويحصل هايبوتنشن او ديكريز في الارتيريال بلاد بريشر، والشخص يحصل له فينتنج. وده اللي بيحصل لبعض الناس في الحر، تلاقي مثلا ايه بنات كتير في تيجي مثلا في الحر مع التعرض للشمس والحراره العاليه، ولو انت اللي مش لابسه لبس يساعدك لبس تايت او لبس غامق هيبتدي يحصل نوع من الهيت اكزوستشن، بنشوفها كتير. اللي شبهها بس اخطر شويه هي الهيت ستروك، لما البادي تمبريتشر بتزيد بقى لدرجه ممكن توصلنا انه يحصل تيشيو دامج، لان الحراره المرتفعه بيحصل ديناتوريشن للبروتينز، وده بيحصل لو غيرت درجه حراره الجسم على 42. لو ال normal response to elevated environmental temperature is impaired, sweat does not occur. The heat cannot appropriately dissipate and the core temperature increases to dangerous level. نفسر كده الكلام ده، ازاي بيحصل الكلام ده؟ في مشكلة ال heat stroke ان احنا لو في فصل الصيف ودرجة حرارة مثلا عالية جدا، مثلا حاجة و40 وانا درجة حرارة جسمي 37، فانا كده درجة حرارة الاتموسفير اعلى من درجة حرارتي، فمعنى كده ان انا باخد حراره من الاتموسفير ومش بقدر ادي الاتموسفير حراره، ده درجه حراره 47 بعيده قوي عن درجه الحراره، فانا كده مش الميكانيزم بتاعه الهيت لوس عطلت، مش باين معايا منهم كده يعني كده الفازو ديليتيشن مش هيعمل لي اي حاجه، هيبقى فاضل معايا من الميكانيزم بتاعه الهيت لوس هي ايه السويتنج. طيب لو افترضنا بقى ان الهواء حواليا فيه هيوميديتي عاليه، درجه الرطوبه عاليه جدا، الهواء مشبع بيه بخار الميه، فما فيش ايفابوريشن للسويت بيحصل، الهواء راكد، ما فيش اير كارنتس، ما فيش مراوح، ما فيش تيارات هواء، ما فيش اي حاجه تساعد لي على السويتنج. طيب كده الجسم هيبقى الميكانيزم بتاعته قصاد الحر عطلانه، هيبتدي يعمل ايه؟ هيبتدي يفضل الشخص يحصل له سويتنج 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 لحد طبعا ما يقل الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم، هيقل البلاد فوليوم، يبتدي يدخل في هايبوتنشن و فنتنج. وكمان هنا اخطر بقى من الاكزوستشن ان هنا درجه حراره الجسم هترتفع بشكل كبير جدا، انه يبتدي يحصل ديناتوريشن للبروتين ودامج للخلايا، وطبعا ده هيبقى كارثه لو الخلايا اللي بيحصل لها دامج هي البرين والسباينال كورد. عشان كده السان ستروك كمان اخطر من الهيت ستروك، لان السان ستروك بالاضافه لتاثير الهيت ستروك والحراره المحبوسه جوه الجسم اللي بترتفع اكتر من 42 يبتدي يحصل دامج، ده انا كمان عندي الشمس خابطه بشكل مباشر في على السكال وعلى الباك اوف ذا نيك، فبيبتدي ان البرين والسباينال كورد بيحصل لهم دامج بشكل مباشر من تاثير الهيت، وبالتالي السان اكسبوجر بقى مع الهيت كمان الحراره مع الشمس هتسرع الإفكت بتاع إيه الدمج على مستوى التشيوز.
ولذلك الهيت ستروك دي خطيرة جدا يا جماعة، اللي ممكن ينتج عنها مشاكل في البرين بتبقى بيرنت. عشان كده الناس طبعا زي ما قلنا في الاماكن الحارة والاماكن الصحراوية والاماكن الاستوائية بيهتموا ان هم بتلاقي اللبس بتاعهم ان هم زي اللبس بتاع الجماعة البدو عندنا، بيغطوا راسهم بفيك وايت كفرج. اي منطقة صحراوية بتلاقي الناس بتغطي لازم راسها، ده وقاية ليهم. بيلبسوا الوان فاتحة، بيلبسوا لايت كلوزز، ملابس خفيفة والوانها فاتحة علشان تسمح لهم انهم يتخلصوا من الحرارة الزيادة. دي الهيت ستروك، حد تعرض لدرجة حرارة مرتفعة أو شمس. لو فيها لو يا سلام بقى، لو واكل بروتين فدرجة حرارة جسمه عالية، أو لو درجة الهوميديتي في الزيادة، أو لو مفيش اير كارنتس تمام، أو لو الشخص ده عنده أصلا الميتابوليزم بتاعه عالي زي الناس اللي عندهم هايبر ثايرويدزم. الناس دي بتبقى فيري سسبتبل طبعا إنها تخش في هيت ستروك، ولو طبعا في دايركت سان رايز هيبقى هتدخلنا في سان ستروك وتزيد الطينة بلة. هيبتدي الشخص يحس بدزنس، يحس بهيدك، بإكسسيف سويتنج، يحس بفتيج. طب لو زاد الموضوع شوية هيبتدي يحس بنوزيا، وممكن يحصل له بوميتنج، وممكن يحصل loss of consciousness. طبعا البريفنشن ان احنا لما نكون في الجو حر زي كده ان احنا نعمل ايه؟ نلبس لايت كلوزز، نبعد عن الالوان الغامقه الدارك كلرز، نخلينا في اللايت كلرز. اقمشه اللبس ما يكونش تايت، يكون لوز فيتنج، واللبس بتاعنا يكون من اقمشه بتسمح بالايفابوريشن اوف هيت، سواء كانت كوتون سواء كانت الأقمشة الناتشرال عامة، أو حتى الأقمشة الرياضية المخصصة للرياضة بتسمح بدخول الهواء، بيبقى في أقمشة للرياضة مخصوص. برضو لازم الاكسرسايز اكتيفيتي اللي في الصيف وبالذات لو الشمس مباشرة، لا نقلل ساعات الاكسرسايز في الشمس، لأن الاكسرسايز بينتج عنه ميتابوليزم عالي جدا فهيزود درجة حرارة الجسم بزيادة. نحنا نستخدم الووتر شاور كولد شاورز عشان نقلل درجة حرارة الجسم، نهتم بالهايدريشن في فترة الصيف، نهتم بالسولت انتيك، يعني حاجة مهمة ممكن نشرب عصير، عصير الفاكهة بيبقى فيها كمية أملاح بتعوض الخسارة السويتنج الكتير، الجسم بيفقد كمية من الملح مع كمية من الماء. طيب الفيرست ايد، لو لقيت حد دخل في هيت ستروك تبتدي تعمل له ايه؟ اول حاجه تخليه يبقى ريكومبنت وترفع له رجليه عشان تحسن الدوره الدمويه، لانه هيبقى عنده هايبوتنشن، فانت لما بتنيمه وبترفع رجليه انت كده بتحسن الدوره الدمويه، بتقلل تاثير الهايبوتنشن. تبتدي تقعده في مكان تكون درجه حرارته مناسبه سواء في اير كونديشننج، ويا ريت لو في كمان مراوح علشان تساعد ان ايه الجسم يتخلص من حركه الاير كارنت دي، بتساعد الجسم ان هو يتخلص من الحراره، بتجيب طبقات هواء فريش مش مشبعه ببخار الميه عند السكن علشان يحصل ايفابوريشن للسويت. ان احنا نستخدم الكولد كومبريشنز على السكن، احيانا بيلجأوا للكولد شاور او الايس لو الحاله فيري سيفير. بندي الشخص ده كولد درينكس عشان نحاول ان احنا نقلل درجه حراره الكور تمبريتشر، طبعا لازم في البدايه ان احنا نبعده عن الشمس والحراره. في حاجه اسمها مالجننت هايبرثيرميا، طب دي بتحصل امتى؟ دي بتحصل بعد الاوبريشن البوست اوبراتيف، في بعض الناس مش كل الناس، بعض الناس اللي عندهم قابليه للمالجننت هايبرثيرميا لو خدوا بعض الادويه زي الانهاليشن اناسيزيا اللي بتاخد اثناء العمليات الجراحيه. المالجننت هايبرثيرميا بيبقى عباره عن ماسيف انكريز ان ميتابوليك ريت، بيزيد معدل الحرق بشكل كبير جدا، بيزيد الاوتو كونسامبشن، وبيزيد الهيت برودكشن في السكليتال ماسلز. الهيت لوس ميكانيزم ار انيبل تو كيب بيس وذ اكسسيف هيت برودكشن، اند اف هايبرثيرميا از نوت تريتد البادي تمبريتشر ماي انكريز تو دينجرسلي هاي اند ايفن فيتال ليفلز. الهايبرثيرميا دي خطيره جدا لان هيبتدي درجه حراره الجسم تزيد بمعدل كبير جدا بشكل بتعجز معاه الهيت ريجوليشن ميكانيزم انها تقلل درجه حراره الجسم، وخصوصا ان الاناسيزيا بتقلل من الكفاءه والاكشن بتاعه الهايبوثالاميك سنترز، فبالتالي هي حاجة خطيرة جدا وممكن تكون فيتل. ان درجة حرارة الجسم زي ما اتفقنا ان ارتفاع درجة الحرارة ده زيادة عن 42 هيبتدي يأثر لي على الخلايا، يحصل لها ديناتوريشن، وممكن بعض السنترز في البرين تكون لوست. الهايبوثيرميا اللي هو بقى ايه العكس بقى، لو الشخص تعرض لبرد زي مثلا ما كان يحصل عندنا، هنفتكر مثلا مصر احنا ما عندناش هايبوثيرميا، لا ما ممكن بعض المناطق الجبلية زي سانت كاترين أو بعض الجبال بيبقى فيها درجة الحرارة منخفضة جدا وبيكون فيها حتى جليد، بعض الناس في الأماكن دي بيحصل لهم هايبرثيرميا.
طيب الهايبوثيرميا بتحصل ليه؟ بيحصل ان الشخص الوسط اللي حواليه درجة حرارته منخفضة. الشخص لو تعرض للبرد فترة طويلة، ولو ما كمان بقى ما بياكلش كويس، يعني زي مثلا يحصل انهيار جليدي فالناس يتحبسوا في التلج، هيبتدي الجسم يستنزف الانرجي بتاعته، وهيبتدي الميكانيزم بتاعه الجسم مع الكولد اكسبوجر ريسبونس بتاع الجسم هيبتدي يقل، وبالتالي يبتدي الجسم يفقد الحراره للوسط المحيط، ومش قادر يكون مش قادر يعمل هيت برودكشن، مش قادر يعمل هيت برودكشن بشكل يتغلب على الفيري كولد اتموسفيريك تمبريتشر، فبتدي الجسم يفقد الحراره. مع فقدان الحرارة بيبتدي الميتابوليزم والوظائف الحرارية بتاعة الجسم تقل، معدل الحرق في الخلايا يقل، يبتدي يحصل هارت ريت يقل، ريسبيراتوري ريت يقل، كل الميتابوليك بروسيس بتاعتنا بتبتدي تقل. بيبتدي يظهر على الشخص بعض الحاجات زي الاريتابل بيهيفير، اللي يبتدي البيهيفير بتاعه يبقى يتغير، يبقى غريب، يبتدي يحصل له سلورد سبيتش، تلاقي كلامه كده مش عارف يتكلم كويس، يبتدي يحصل سلو في الهارت ريت، يبتدي يحصل له شيفرنج، يبتدي يحصل له ان هو حاسس ب ال cold والcalmness. كده بنكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا النهاردة بتاعت regulation of body temperature، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرات الجاية. كل سنة وانتم طيبين.